للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من شرم الشيخ مراسلة أكسترا نيوز شيرين مجدي. شيرين أهلا بك إلى هذه النشرة. يعني العديد من الفاعليات والورش التحضيرية التي شهدتها ساحة منتدى شباب العالم لهذا اليوم، أطلعينا على المزيد. بالفعل يتواصل اليوم الثاني للورش التحضيرية الخاصة بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والمنعقدة بشرم الشيخ. يعقد اليوم 6 ورش عمل تحضيرية في موضوعات هامة للغاية، بتجمع صناع القرار والشباب المؤثرون ورواد الأعمال والشباب من أصحاب الخبرات الشخصية والمهنية والذين تم اختيارهم بعناية للمساهمة في هذا المنتدى والطرح بالرؤى المختلفة. تعمل ورش العمل هذه على دراسة ومناقشة أوراق بحثية في محاولة للخروج بتوصيات في النهاية بتساهم وتطرح في جلسات المنتدى للخروج بجلسات أكثر دقة حول الموضوعات التي تتم مناقشتها. اليوم بتعقد في من تمام العاشرة صباحا بتعقد 6 ورش عمل مختلفة، ربما من أبرز القضايا التي تناقشها التعليم بعد الجائحة، مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 في ظل جائحة كورونا، أيضا دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المختلفة. وربما من أبرز ورش العمل التي بتعقد اليوم هي الـ WYF Labs أو ورشة عمل مختبرات منتدى شباب العالم، والتي تعد نتاج توصيات منتدى شباب العالم في نسخته عام 2018. هذه الورشة بتجمع رواد الأعمال الشباب بالعقول الشبابية المختلفة للتعرف على الفرص المختلفة ومساعدة الشباب في مجال ريادة الأعمال. إذا تحدثنا عما يطرح داخل هذه الجلسة، فهو يعني بيتم فيها استحداث لأحدث نماذج الشركات الناشئة في الأسواق بدءا من الفكرة وحتى تكون شركة ناشئة على أرض الواقع، أيضا مراجعة الأفكار ومدى قابليتها وجودتها للتطبيق على أرض الواقع. الهدف من هذه الورشة هو تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة وأيضا مساعدة الشركات الناشئة الحالية في التوسع على أرض الواقع، أيضا مراجعة أو مساعدة تلك الشركات الناشئة في الدور الخاص بها لمساعدة في خدمة أهداف عالمية بشكل عام، جذب الشركات العالمية على مستوى أنحاء العالم، وأيضا يعني بيتم فيها تعزيز دور الشركات الناشئة في إطار خدمة أهداف التنمية المستدامة وربط الشباب بفرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة. دي لمحة عن الورشة التي تعقد الآن. أعود إليك دريم مرة أخرى. شكرا للزميلة شيرين مجدي مراسلة أكسترا نيوز من شرم الشيخ على هذا الإيضاح.